فالمثال اللي قدامنا طبعا ده بولي مورفيك فنتريكولار تاكي كارديا نو بي ويف فاست ريت اول ذا كيو ار اس توتالي ايريجولار بس حصل فيه حاجه اسمها تويست اوف اكس. كلمه التويست اوف اكس بعض الايه كومبلكسس بصل تحت بعدها تطلع لفوق او بعدها هنا كان لونج بقى شورت لونج بقى شورت فالاكسس توتالي ايه بيختلف فبنسميها بولي مورفيك فنتريكولار تاكي كارديا. البولي مورفيك فنتريكولار تاكي كارديا الاسم الثاني لها او العالم اللي شافها تورساد دي بوينتس. تورساد دي بوينتس ده اسم الراجل او اسم الحد. فلو قلت في الامتحان او في الدايجنوزس تورساد دي بوينتس معناها بولي مورفيك على طول. خلاص؟ البيشن هيمودايناميكلي انستابل دي سي. طب لو البيشن ستيبل؟ عنده فيتاك والبيشن ستيبل تحصل ولا ما تحصلش؟ ها؟ صعب؟ هل البوليمورفيك فيتاك البيشن ممكن يكون ستيبل؟ فور اوايل البيشن فور اوايل ممكن يكون ستيبل. طب الفور اوايل احنا بنقول ايه؟ سكندز مش هيوصل مينت. خلاص؟ طب خلال بقى الوايل سكندز دي مش هديله دي سي شوك لو قلنا ان ستيبل في الفتره دي. لكن لو تلاقيت البلاد بريشر بتاعه وزن نورمال وكونشس تمام هو تاكي كاردك طبعا هديله هنا اي في ميديكيشن مش هدي ديس شوك. ايه الاي في ميديكيشن اللي هديها له؟ البيست اي في ميديكيشن في كل الفنتريكولر نحفظهم اميدرون بروكينامايد اميدرون وبروكينامايد دول اللي هم افيلابل اي في. خلاص ما بديش طبعا اي حاجه تعمل ايه ديلي في الكوندكشن من فوق. المريض ده نيفر ان انا اديله بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر او ادينوزين او ديجوكسين لان لو اديت له اي حاجه قفلت الاي في كوندكشن كده طبعا بتدخله في فيبر على طول فنتريكا فايبريليشن. تمام يبقى كل الفي تاك او الفنتريكا تاكي كارديا اما باجي اديها ميديكيشن البيست اي في اميدرون اور اي في بروكينامايد. طيب يبقى ده مثال للبوليمورفيك اللي هو الايه التورساد دي بوينتس. مونومورفيك يبقى ده في تاك برضو بس كل اللي فيها الشيب هنا كلها واحده سيم امبليتيود سيم ديوريشن سيم شيب لكن طبعا نو بي ويف وكلها وايت كاريس فده بنسميه مونومورفيك فيتاك. المونومورفيك كلها هي مسميات لكن المانجمنت كل واحد بيشن ان ستيبل ديس شوك بيشن ستيبل ودي له ايه اي في ميديكيشن. المونومورفيك فيتاك لما يكون الفاست هارت ريت معدي ال 230 او 250 بنسميها فنتريكولار فلاتر اسم يعني مش كمسميات لكن لو قلت مونومورفيك لو قلت فيتاك صح ففيتاك صح لكن الصح نقول مونومورفيك والصح الصح نقول ايه فلاتر فنتريكولار فلاتر مش اتريال فلاتر. نيجي للمثال اللي احنا كنا بدأنا به ونركز في ديت عشان نقول ده فنتريكولار تاكي كارديا ولا فنتريكولار تاكي كارديا او سوبرا فنتريكولار ويز ابارنسي. في ستة كرايتيريا لو موجودين بس مش شرط كلهم يكونوا موجودين. لو شفناهم في الاي سي جي اتليست واحدة او اتنين نحلف ان اللي قدامي ده في تاك. ده مهم جدا على فكره في المانجمنت في الاي ار او في لما اشوف بيزار شيب اي سي جي الكيو ار اس شكلها بيزار وفي irregularity وخاصه الريت فاست زي المثال يبقى بيزار شيب في الكيو ار اس الريت فاست تاكي كارديا تمام وفي نفس الوقت البيشنت سواء ستيبل او ان ستيبل مش قادر اجمع دي فنتريكولر اتريال سوبرا فنتريكولر ماشي. اهم شيء اللي ببص عليه المريض اللي قدامي هيمودايناميكلي انستابل من غير ما افكر ايه الدايجنوزس دي سي صح ولا لا ماشي عشان ما افقدش المريض سواء كان المريض اتريال او جانكشنال او فنتريكولر. خلاص يبقى ببص على المريض رقم واحد هيمودايناميكلي انستابل دي سي شوك هديله اتليست طبعا في حاجه زي كده ما يكون فاست ريت هديله 200 جولز. طيب المريض ليتل بيت ستيبل ماشي كونشس هقعد بقى افكر شويه ديت سوبرا فنتريكولر ويز ابارنسي ولا فنتريكولر. الساينس اللي احنا قلنا عليها بقى اللي كنا بنقول عليها ودي المهمه اللي بنسميها الايرلي ساين اوف في تاك اند في اف
حاجة من الستة دول نخلي بالنا ونركز فيهم، لو أي واحدة منهم موجودة يبقى اللي قدامي ده في تاك على طول، وعالج المريض كأنه في تاك. إيه الحاجات دي؟ رقم واحد، إن لما تلاقي الكيو آر إس وايد كيو آر إس، المشكلة اللي ليه ما سبحان الله كلها جايبينها منين؟ الوايد كيو آر إس إحنا قلنا النورمال ديوريشن أوف وايد كيو آر إس 0.10 سكند، ما تزيدش عن مربعين ونص، ماشي؟ اما تلاقي وايد كيو ار اس، الوايد كيو ار اس مع التوتال ايريجولاريتي بتاع الفاست هارت ريت، ده واحده من السايد بتاع في تاك وايد كيو ار اس ان موست اوف ذا ليد. فهنتلاقي هنا موست اوف ذا ليد فيها وايد كيو ار اس، ماشي؟ اه مثلا هنا ممكن ده وايد ديت اه مش وايد، لكن موست اوف ذا ليد فيها وايد كيو ار اس اكتر من مربعين ونص بالسكن، هنقول اكتر من ايه 140 ملي سكن. اتنين يبقى الوايد كيو ار اس. رقم اتنين ليفت اكس ديفيشن. طب هنعمل ايه؟ اكتر من خمس تقلب ما فيش منهم حاجه عاوزتك. طيب نخلينا معلش الليفت اكس ديفيشن. طبعا في الليفت اكس ديفيشن بيسموه اكستريم ليفت اكس ديفيشن. كلمه اكستريم ليفت اكس ديفيشن ان يكون عندي فليد 1 كلها باصه لفوق بوزيتيف زي المثال اللي قدامي، فليد 3 كلها نيجاتيف، خلاص؟ فدي بيسموها اكستريم ليفت اكس ديفيشن. الاكستريم ليفت اكس ديفيشن مع الفاست ريت اللي هو فيه وايت كيو ار اس ده في تاك. يبقى تاني حاجه اكستريم ليفت اكس ديفيشن. رقم ثلاثه كرايتيريا بيسموها البوزيتيف كونكوردنس. ايه يعني كلمه بوزيتيف كونكوردنس؟ مينلي في الشيست ليد، وخاصة لما تكون بوزيتيف كونكوردنس ان شيست ليد. ايه معنى الكلام ده؟ البوزيتيف كونكوردنس ان شيست ليد بتلاقي كل الشيست ليدز كلها باصه لفوق. النورمال انا عندي طول سمول ار، يبقى عندي سمول ار عماله تطول تطول، ويبقى عندي بيج ار. شكرا اخيرا. طيب نشيل دول بقى عشان ما نتلخبطش. بيبقى عندي الار بتطول في 5 و6 صح؟ لكن هنا بتلاقي كل الايه؟ الليتس كلها في الشيست ليتس طول ار، ففي هنا ار، هنا ار، 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 كلها ارات. فدي بنسميها بوزيتيف كونكوردنس ان شيست ليتس. دي رقم ثلاثه. طيب رقم اربعه، لو شفنا اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا عليها، البير او الران او دريزلر بيت او الكابتشر بيت، اي حاجه من دول برضه، يبقى ده بنسميه ايه؟ في ايه؟ بوليمورفيك في تاج. لو شفنا في دي حد هنا يلقط له هنا في دريزلر بيت؟ يلا كده حد بس يعني بسرعه عشان الوقت. فين؟ اهي دي دريزلر بيت، اهي دريزلر بيت، دريزلر بيت. يبقى اي واحده نورمالي كوندكتد واللي قبلها اكتوبك واللي بعدها اكتوبك، يبقى دي دريزلر بيت او كابتشر بيت، برضه ايرلي ساين اوف في تاج. طيب طبعا لو حد هنا بص فيها هتلاقي طبعا في رن، ممكن دي نقول عليها رن، اثنين ورا بعض تبقى صح. دي دريزلر بيت على فكره نورمالي كوندكتد، دي دريزلر بيت نورمالي كوندكتد، خلاص. الحاجه الاخرانيه بقى فيهم بس طبعا ما بنشوفهاش كتيره، او احيانا عايزه بس لونج ستريب، اللي هم يسموها برضه هقولها لكم، اسمها ار اون تي فينومينا. ار اون تي، ايه كلمه الار اون تي؟ ان بيبقى عندي كومبلكس اهوت، طبعا مفيش بي ويف، ار ووايد كيو ار اس وايد، وبعدين كازيف كان جاي فيها تي، وقبل التي ديت ما تنتهي يطلع عليها ار، فبيسموها ار اون تي. الار اون تي فينومينا دي برضو ايرلي ساين اوف في تاك اند في اف. يبقى نعرفهم دول حاجات ايرلي ساين، لو شفنا اي حاجه منهم او اثنين او اكتر هقول الكومبلكس اللي قدامي ده في تاك. واحد كيو ار اس مور ذان 140 سكند وايد كيو ار اس، اكستريم ليفت اكس ديفيشن، بوزيتيف كونكوردنس في الشيست ليدز، اي ساين اللي هي الكابلت او البير، الرن، الدريزلر بيت او الكابتشر بيت او الفيوز دي بيت، او اخر واحده اللي هي الار اون تي فينومينا. المريض ده طبعا هنا في حاجه مهمه، لو عالجت المريض ده وحد قال ده ممكن يكون سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا ويز ابارنسي،
هقول له طبعا توتالي رونج، لان لو المريض ده ستيبل واديته ادينوزين او بيتا بلوكرز هحوله لفي اف على طول. خلاص؟ لان انا بقفل له كل الكوندكشن من فوق. تمام؟ فالبيست اوبشن في ده هيمودايناميكلي انا ستيبل ديسي شوك، ما عنديش والبيشن ستيبل، بروكاينامايد او اميدارون. خلاص؟ نتفق في الحاجات دي. لو انت داوت او كويري، طبعا محتاج سكن هيلب او حد سينيور معاك اتس اوكي، لكن لو انا لوحدي هتصرف ازاي؟ دي مهمه جدا جدا في الطوارئ. البيشن كويري في تاك او في اف ومش عازف ديت اس في تي او سوبرا فنتريكولر ولا فنتريكولر، مانج فنتريكولر. ديسي شوك لو انستيبل، ميديكيشن اميدرون او ايه؟ بروكاينامايد. خلاص؟ تبقى ده الفاينل. نعم؟ البيشن ده؟ لا، احنا قلنا عشان دخل في هايبوتنشن خد ديسي شوك. دي الفاكتور زي ما قلتها لكم قدامكم اهي كلها نفس الكلام، المحاضره كلها تاخدوها طبعا، حتى اخر شيء اهيت مكتوبه. In case of any doubt treat the patient as VTAC ventricular tachycardia. Hypertensive patient with palpitation and dizziness. المفروض diagnose. What diagnosis؟ اما تشوف اي شكل ملخبط وفاست وكيو ار اس فيتاك، ما تفكروش. خلاص؟ ما تفكرش. خلاص؟ يعني عشان ما تقعدش تشغل دماغك، ماشي. بيزار شيب في الكيو ار اس، فاست ريت، خلاص؟ حتى من غير 6 كرايتيريا، طبعا لو عرفنا حاجه من 6 كرايتيريا يبقى خير وبركه. لكن كونسيدر البيشن از فيتاك. انستيبل دي سي، استيبل بروكاينامايد او اميدرون. تمام؟ بس عشان ايه الامور تبقى واضحه. فيتاك ولا مش فيتاك؟ كويري؟ ما احنا لسه قايلينها كويري، يبقى فيتاك يا جماعه على طول. ما تفكروش في الاريزميا، الفنتريكولار اريزميا. فنتريكولار اريزميا البيشنت طبعا ايه؟ يو كان ميس البيشنت اتينا تايب، البيشنت ممكن يكون اريست اتينا تايب. ماشي؟ اي بيزار شيب كيو ار اس، وايد كيو ار اس مع فاست ريت في تاك. خلاص؟ ده في 1 واخد اللونج ستريب بتاع في 1، ها كاتبها لي. فيها الار اون تي اللي فين؟ شايفها فين؟ خليني اركز الار اون تي، لا طبعا مش شايف هنا ار اون تي خالص. في في 1؟ ما هذه في 1 اهي. لا هي ده في 1 اهي يا دكتور، وخدها لونج ستريب. لا دي كلها كيو ار اس از وايد طبعا، نو بي ويف. انت عاوز تقول ديت هي ده دي تي وطلعت الار. ماشي؟ بس كل الليتس كده، كومبلكسز كلها كده. الار اون تي يعني تيجي ايه؟ ان الار اون تي تيجي ديت وبعد كده الكومبلكسز كلها تلاقيها تبقى ملخبطه عشان تقول عليها ار اون تي، لكن هي كلها ايه؟ كانها ار اون تي. ماشي؟ يبقى ده تاني اجين في تاك. فيتاك. لو قلت فيتاك وهتعالج البيشنت طبعا فيتاك هقول لك صح، لكن عامة في الفيتاك هتقول عليها ده بوليمورفيك ولا مونومورفيك؟ بوليمورفيك. ماشي؟ طيب لكن هنا في شكل طبعا إلى حد لا في المولي بالبوليمورفيك، يعني عايزين بس تشوفوه أكثر بمثال. طبعا المثال ده فنتريكولار فايبريليشن، ده تيبيكال فنتريكولار فايبريليشن، بس ايه اللي هيقول لي 100% ده فينتريكولار فايبريليشن؟ المريض ديد، نو سيركيليشن، نو بالس، نو بلاد بريشر، نو بريزنج. خلاص؟ لكن لو المريض قدامي كونشس او سيمي كونشس او في بالس او في شيء هقول ده ايه؟ بوليمورفيك. خلاص؟ عشان بس الدنيا تبقى واضحه يعني. لكن ده تيبيكال فينتريكولار فايبريليشن، توتال ايريجولارتي في كل حاجه. المانجمنت اوف اريزميا، ها؟ قولوه طبعا سهل يعني، مش محتاج اقوله تاني. Unstable DC, stable IV medication. خلاص؟ ايه هي مال IV؟ بروكاينامايد اميدارون. خلاص كده؟ طيب. الساينس اوف انستابيليتي او الكمبرومايز، الحاجات اللي احنا قلنا عليها. الشيست بين، الشورت اوف بريس، البيشنت بالمونري اديما، البيشنت سيفيرلي سويتنج، هايبوتنسيف، تاكيكارديك، تاكيبنيك، كل دي ساينس اوف ايه؟ اوف انستابيليتي.
طيب نيجي لبارت 2 اريزميا، لسه من عنشين شويه، لسه في وقت نكمل عشان بس ايه ما ناخدش جابس ثانيه ونكمل. الجزء الثاني في الاريزميا احنا شفنا الجزء اللي هو التاكي سواء اتري او فنتريكولر، هنخش في البرادي. وجزء البرادي معناها بلوك، في ديجري اوف هارت بلوك. الديجري اوف هارت بلوك ممكن كام بلوك اشوفهم او نعرفهم؟ 3 ديجري اوف هارت بلوك، الفيرست والسكند والثيرد. في انواع ثانيه من البلوك؟ الكومن اللي هم معروفين فيرست وسكند ديجري، لكن في بلوك ثاني ولا لا؟ ها؟ اسيستوري؟ لا الاسيستوري مش بلوك. بنسمع تاني اسماء فيها بلوك زي ايه تاني؟ احنا قلنا منها حاجات، باندل برانش بلوك ده تايب بلوك سواء رايت او ليفت، خلاص. وايه تاني في البلوك ده؟ بنسميه انترا فنتريكولار بلوك. الباندل برانش بلوك بنسميه انترا فنتريكولار بلوك رايت او ليفت. في بلوك تاني الساينو اتريال بلوك، ده بس ايه؟ اتريال. كل دي حاجات اللي هي ساينو اتريال بلوك، تمام. ايه تاني؟ الفاسيكولار بلوك، الهيم بلوك، فيري جود. يبقى عندي في حاجه اسمها الهيم بلوك، تمام، اللي هو الانتيرو هيم بلوك او البوستيرو هيم بلوك، ممتاز. ايه تاني؟ لسه في بلوكات تاني مع كل اللي احنا جايين عليه بلوكات. فهي البلوك فيرست وسكند ديجري ده الكومن، في انترا فنتريكولار بلوك اللي هو الرايت وليفت باندل برانش بلوك، وفي عندي الهيم بلوك حاجه اسمها الانتيرو فاسيكولار بلوك او البوستيرو فاسيكولار بلوك، في باي فاسيكولار بلوك، وفي حاجه تراي فاسيكولار بلوك. هناخد بقى امثله كل منها، اللي هيهمنا اكتر في الحاجات هي اللي محتاجه المانجمنت از ايمرجنسي، خلاص. فبرضه نركز فيها في البلوك. قبل ديت فيها بس اتمنى يا رب الاليمه ديت تكتب عشان الجزء ده نخلص منه. البلوك الفيرست والسكند والثيرد ديجري هارت بلوك سمبل واي عشان اعرفه. طبعا كومن ريال لايف وكومن طبعا في الامتحانات. الفيرست ديجري هارت بلوك من المسمى بتاعه بيبقى عندي فيكسد برولونجد بي ار انترفل. يبقى البي ار لو طولت النورمال بتاعها من 3 ل 5 سمول سكوير اللي هو 0.12 ل 0.2 سكند، اذا طولت عن خمس مربعات يعني 1 بيج سكوير، هقول ده فيرست ديجري هارت بلوك، بس بشرط يكون فيكسد. ايه فيكسد؟ يعني في كل مثلا البي ار ست مربعات يبقى كل البي ار لازم تبقى ست مربعات، سبعه يبقى لازم تبقى سبع مربعات. ما ينفعش ان في كومبلكس تيجي خمسه والكومبلكس اللي بعده بقت سته والكومبلكس اللي بعده بقت سبعه، دخلت تاني في ديجري اسمه ايه؟ الوينك باخ او الفيرست ديجري هارت بلوك اللي هو تايب 1 ايه في البلوك. يبقى الفيرست ديجري هارت بلوك كل ما فيها ان مسافه البي ار، المسافه ديت بتبقى برولونجد من اول بدايه البي لبدايه الار، المسافه ديت عدت ايه؟ 5 سمول سكوير، بس بشرط في كل كومبلكس تبقى فيكسد نفس النمبر. فيبقى دي بنسميها فيرست ديجري هارت بلوك. امبارح لما قلنا الفيرست ديجري واتس كومن از كومن، الموست كومن في الادلت دراج انديوسد بيتا بلوكر وديجوكسين، في الاطفال روماتيك كاردايتس، تمام. ده في الفيرست ديجري هارت بلوك، صح كده ولا لا؟ طيب ده اول جروب وهنشوف كل ده امثله اللي هو ايه الفيرست وان. السكند ديجري هارت بلوك في منه نوعين بيسموه موبز 1 وموبز 2. موبز 1 له اسم تاني اسمه وينك باخ فينومينا كاسماء، فبقول عليها تايب 2 او موبز 1. فالتايب 2 فيها نوعين موبز 1 و 2. الموبز 1 اسمه وينك باخ فينومينا. تعريف الوينك باخ فينومينا عشان بس في الفيرست ديجري فيكسد برولونجد بي ار، في الوينك باخ عشان اعرفه بروجريسيف، كلمه بروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار. فالبي ار عماله تطول، يعني في مره كانت اربع مربعات صغيرين، الثانيه بقت خمسه، الثالثه بقت سته، until one beat is not conductor، لغايه لما في بي بتقع. فالبروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار انترفل ده بنسميه موبس 1 او وينك باخ فينومينا. طب موبس 2 ايه اللي بيبقى فيه؟ البي ار نورمال. خلي بالنا في الافرقه ديت لان طبعا كومن ميستيكس فيها، وطبعا في الامتحانات بتيجي كتير او بنشوفها في ريال لايف عشان نعرفها وفي الفروقات بين كل واحده. موبس تايب 2 بي ار نورمال ديوريشن، لكن في الموبس تايب 2
مالتيبل سكسسفول نون كوندكتد بي، بشوف اكتر من بي بس واقعه بعد البي ما بيجيش كيو ار اس. كل ده هنشوف على امثله، بس انا بقول بس كديفينيشن. يبقى الموبس تايب 2 بيبقى عندي نورمال بي ار ديوريشن، الفيرست ديجري برولونجد فيكسد، الموبس 1 بروجريسيف برولونجيشن بتطول، لكن في الموبس 2 البي ار نورمال. لكن ايه الابنورماليتي الموجوده؟ بيبقى في مالتيبل نون كوندكتد بي، فدي بنسميها موبس تايب 2. كل البلوك ده فيه برادي كارديا، يبقى اول ما اشوف حد عنده برادي كارديا في الاي سي جي افكر في ديجري اوف هارت بلوك. طب ابص عليها ازاي؟ اخد لونج ستريب من ليد 2 واشوف علاقه البي مع كيو ار اس ومسافه البي ار. لو عرفت البي وعلاقه البي مع الكيو ار اس ومسافه البي ار قد ايه، هقدر اجيب الدايجنوز الصح. طيب نيجي لاخر واحد اللي هو الكومبليت هارت بلوك، اللي هو ايه؟ جروب 3. في جروب 3 او في كومبليت هارت بلوك، ايه علاقه البي بكيو ار اس؟ نو ريليشن، خلاص، لان ما بيبقاش في اي ايه ريليشن بين الاترا والفنتريكول كونتراكشن، نو ريليشن. فالبي بتيجي في اي مكان، فممكن اشوف البي قبل كيو ار اس، ممكن اشوفها بعد كيو ار اس، ممكن ما لهاش علاقه بالكيو ار اس خالص. ليه؟ لان بيبقى ايه الاتريا كونتراكتر، ايه بين الاتريا وبين الفنتريكول بيبقى فيه ديسوشيشن. ده في الكومبليت هارت بلوك، ودايما في الكومبليت هارت بلوك بيبقى سيفير برادي، الريت بتاع البرادي كارديا اربعينات وثلاثينات وهكذا، خلاص. ده في الايه؟ في البرادي كارديا. نشوف امثله بقى لها في الحاجات دي. وات ابنورماليتي؟ زي ما احنا شايفين ادي ليد 2، طبعا في برادي كارديا، فاول ما اشوف برادي كارديا على طول افكر في ديجري اوف هارت بلوك. وانس ذير از برادي كارديا مينز ذير از ديجري اوف هارت بلوك. ريليشن اوف ذا بي تو ذا كيو ار اس، ذيس از بي ويف، البي ار نورمال، بي ار انترفال، بي كيو ار اس، تي بي، وير از ذا كيو ار اس؟ نو كيو ار اس، نورمالي كوندكتد، بي وذاوت كيو ار اس، نورمالي كوندكتد، بي وذاوت كيو ار اس. دي بنقول عليها ايه؟ مالتيبل نون كوندكتد بي، موبس تايب 2. اوكي؟ سهله؟ يبقى بشوف هنا في بيهات. طيب بي كيو ار اس نورمالي كوندكت، بي نو كيو ار اس، بي اند ذا بي ار انترفال نورمال نوت برولونجد. يبقى مالتيبل سكسيسيف نون كوندكتد بي ويز برادي كارديا موبس تايب 2 سكند ديجري هارت بلوك. يبقى الكوز اوف ديزنس هنا ايه؟ سكند ديجري هارت بلوك. هاو تو مانج السكند ديجري هارت بلوك؟ خلي بالنا بس عشان المانجمنت، الفيرست ديجري هارت بلوك والسكند ديجري اللي هو موبز 1 ري اشور، ما نعملش حاجه. ستارتد من السكند ديجري اللي هو الموبز 2 والكومبليت هارت بلوك، ايرجنت بيس ميكر، المريض ده يخش فور ايرجنت بيس ميكر، خلاص. يبقى عندي برادي كارديا مالتيبل كوندكت نون كوندكتد بي، ذيس اتيبيكال اوف موبز تايب 2. So every block، طبعا الرسمه اللي خدناها امس ذا سيم، طبعا ده الكوندكشن، ديلي اوف كوندكشن او arrest ان كوندكشن هيديني degree اوف هارت بلوك. وات بلوك؟ البي اند كار اس، ذير از بي، البي ار برولونجد، بي البي ار برولونجد، بي بي ار برولونجد، سيم برولونجيشن، فيكسد برولونجد، فيرست ديجري هارت بلوك. سهله ولا مش سهله؟ فيرست ديجري هارت بلوك بيكوز ايه؟ مسافه البي انترفال او البي ار انترفال فيكسد. هاو ميني سكوير ايه؟ سمول سكوير، ادي بدايه البي لبدايه الار. لو عدينا طبعا ده لونج، ادي واحده كامله وهنا اثنين، يعني حوالي تقريبا كام؟ سبعه ايه سمول سكوير. بس في كل مره هيبقى سبعه سمول سكوير، ها نعد من هنا لهنا سبعه، من هنا لهنا سبعه، فيكسد برولونجد بي ار انترفال، فيرست ديجري هارت بلوك مع البرادي كارديا الموجوده، دايجنوزز از فيرست ديجري هارت بلوك. وات اب نورماليتي؟ بي نورمال بي ار انترفال نورمال كومبلكس بي. وات اباوت هير؟ البي ار وات هابن؟ برولونجد. What about LB
not conducted, no PR, no QRS. فال PR here, how many big square, sorry, small square, 1, 2, 3, 4. Then how many small square, 1, 2, 3, 4, 5. And then the B is not conducted. ده بنقول عليه وينك باخ موبز 1. Progressive prolongation. ال PR هنا كانت 4 small square, بقت 6 small square, ال B هنا وقعت, ما بقاش بعدها QRS. ده اللي بنسميه progressive prolongation of the PR. موبز تايب 1 ريأشور البيشن خلاص, او الاسم الثاني وينك باخ فينومينا او وينك باخ تايب. وات دايجنوزس؟ ذا لونج ستريب اوف ليد 2 كومبليت هارت بلوك. ايه الابنورماليتي في الاي سي جي في 2 3 و اف اف؟ اس تي سي سيجمنت اليفيشن في 2 3 و اف ولا نسينا؟ ده اكيوت انفيريو ماي. مع الاكيوت انفيريو ماي نشوف اللونج ستريب ده بي ويف خلاص, بعدها كيو ار اس طبعا, معاها هنا دي اس تي سيجمنت اليفيشن لان بي ويف نورمال بي ار, بي ويف البي ار بتطول, كيو ار اس بي ويف البي ار عماله تطول اكتر. فطبعا البي هنا البي ار كان حوالي 3 مربعات صغيرين, هنا بقت 4 او مثلا شويه, هنا بقت 6, يبقى ده على طول ايه؟ موبز 1 وينك باخ خلاص, يبقى ده اكيوت مايكاردر انفكشن انفيريو طبعا ومعاه موبز 1. كوندكتد بيت, كوندكتد بي نوت كوندكتد, كوندكتد كوندكتد بي نوت كوندكتد, كوندكت وهكذا. ده اللي احنا بنسميها جروب بيت هارت بلوك, اثنين كوندكتد واحده نوت كوندكتد, ده موبس تايب ايه 2 ماشي, اللي هو بنسميه هي نون كوندكتد بي, سكسيسيف نون كوندكتد بي موبس تايب 2. ديزنس وات اب نورماليتي, نبص على ليد ايه ليد 2 اللي هي اللي تحت ديت, بي ويف صح, البي ار نورمال ولا لا؟ نورمال بي ار تي هيت, ادي البي ويف مش جت بي هيت, بي ويف نوت كوندكتد بي وكوندكتد مع نورمال بي, بي وكوندكتد مع نورمال بي ار, بي وكوندكتد نورمال بي ار, بي ويف نوت كوندكتد, يبقى هنا نوت كوندكتد برضه دي نوت كوندكتد, هنا هتبقى برضه في نوت كوندكتد بي, يبقى النون كوندكتد بي ده على طول ايه؟ موبز تايب 2. وانس ان انا بشوف نون كوندكتد بي ومسافه البي ار تبقى نورمال على طول موبس تايب 2. هناخد ديت بي ويف يبقى نورمال كوندكتد والبي ار نورمال, وادي التي ديت مالها؟ بي ويف, هنا البي ار طولت, فممكن اقول على دي كده وينك باخ او موبز 1 صح؟ طب لو خدت ديت ادي بي والبي ار انترفال هنا نورمال, البي ار انترفال هنا طولت قوي, ودي ايه مالها؟ اقول على دي بي ولا مش بي؟ عشان كده نخلي بالنا الشرط الموجوده, الشرط الحمراء دي تحت كل شرطه في بي ويف, فمسافه البي بي انترفال ثابته ومسافه الار ار ثابته, بس نو ريليشن للبي مع التي مع الكيو ار اس. فالبي ويف هنا نشوفها جايه فين؟ بعد الار, جت قبل الار ملهاش علاقه بالار, جت بعد التي هنا لازقه في الار وهكذا. كومبليت هارت بلوك, ففي الكومبليت هارت بلوك تعال نشوف الريت هنا كام ريت, 1 2 3 4 5 5 ونص, فالريت هنا هنقول عليه كام؟ مثلا 50 حاجه و50, فبيبقى طبعا برادي كارديا ونو ريليشن للبي الى الكيو ار اس, كومبليت هارت بلوك. ارجنت بيس ميكر وات ابنورماليتي, بي ويف نوت كوندكتد صح كده, بي ويف على فكره دي بي ويف اللي لازقه في التي, بي ويف بي ويف بي ويف برضه البي ويف نوت ريليتد للكيو ار اس, كومبليت هارت بلوك. واضحه؟ نركز فيها بس ونشوف فيها كذا مثال
ان البي نوت ريليتد للكيو ار اس، لكن البي بي انترفال ثابته، الار ار انترفال ثابته، كومبليت هارت بلوك. الانترا فينتريكولار بلوك خدناها اللي هو الرايت بان. اتفضل. Pregnant 36 weeks. Very good. ما شاء الله يعني يعني ايه good observation. ما فوتش حاجة. طيب. Very good. أنا ما قريتش السيناريو فوق. ده complete heart block. وpregnant lady. احنا قلنا مع complete heart block وطبعا short of press و blood pressure hypotensive. هتعملها ايه؟ احنا قلنا الاريزميا دي اديسي شوك ولا حطه بسميكر؟ طبعا عشان ده كومبليت هارت بلوك فلازم البيس ميكر. ماشي؟ يبقى الامرجنسي فيها اعمل بيس ميكر. طيب ولا ادي ديس شوك؟ ها؟ طيب البريجننت ممكن اديها ديس شوك ولا ما اديش؟ طيب قبل الديسي شوك بالنسبه للبريجننسي البيس ميكر طبعا ده انفيسيف بروسيدير. ماشي؟ بس في الانفيسيف بروسيدير بالنسبه للبريجننس طبعا كان بيدان سيفلي ما فيش اي مشكله بالنسبه للفيتس. لكن في الديسي شوك طبعا وات ايفر الكوز بالنسبه للبريجننت ليدر طبعا اف ايدنتيكيتد يو شود جيف ات طبعا بالماكسيمم جول. ممكن احيانا في البريجننت بنديهم لغايه 360 جول ماكسيمم جول طبعا لما يكونوا هيمودايناميكلي انستابل وداخلين في ام اي او داخلين في بالمونر امبليزم والبيشنت ايه طبعا انستابل بيشنت هدي الماكسيمم جول يس طبعا بات يو كان لوز ذا بيبي نو واي بيبي كان بي لوست. ماشي؟ فهي طبعا الام يكون عارفه ان هي ممكن كان لوس البي. لكن في البيس ميكر البيبي بالنسبه له سيف مفيش مشكله. الانترا فينتريكل بلوك طبعا خدناها قبل كده كلها امثله اللي هي الرايت باندل برانش بلوك الام شيب ان في 1 والليفت باندل برانش بلوك ديب اس. في كل الباندل برانش بلوك وايد كيو ار اس. باندل برانش بلوك مينز وايد كيو ار اس لوك تو ذا في 1 ام شيب رايت ديب اس ليفت باندل برانش بلوك. خلاص دول اللي هي طبعا الليفت باندل برانش بلوك باثولوجي شود بي تريتد از ام اي. الرايت باندل برانش بلوك اكوردنج للهيستوري او السيناريو اوف ذا بيشنت. جاست ان شورت يعني بس نشوف امثله. ده طبعا تيبيكال اوف ليفت باندل برانش بلوك. اوكي ده تيبيكال اوف رايت باندل برانش بلوك. رايت ولا ليفت؟ رايت باندل برانش بلوك. طيب البيشنت ده بالبيتيشن وسويتنج وقلنا ده رايت باندل برانش بلوك. لو عالجناه انه رايت باندل برانش بلوك الكيو ار اس هنا واسعه ولا مش واسعه؟ واسعه واخده شكل الام شيب في 1 فقلت رايت باندل برانش بلوك. لكن البيشنت فيه بالبيتيشن وسويتنج لو البيشنت ده ابتدى يكون هايبوتنسيف او يبقى هيمودايناميكلي انستابل مع الوايت كيو ار اس بس فيها بي ويف ولا ما فيش؟ خلي بالنا بس مهمه جدا نو بي ويف فينتريكولار تاكي كاردي. شفتها بالايه الوقعات اللي بنوقعها فينتريكولار تاكي كاردي كيو ار اس ايه واسعه واخده شكل الام شيب في في 1 فقلنا عليها رايت باندل برانش بلوك صح رايت باندل برانش بلوك بس نو بي ويف مع البيشنت تاني الامرجنسي لوك تو ذا بيشنت از ا هول. انا ببص يو نوت مانج ذا اي سي جي بير سي لوك ذا بيشنت مانج ذا بيشنت از ا هول. البيشنت ده هيمودايناميكلي انستابل في تاك على طول. البيشنت ستيبل رايت باند برانش بلوك. اوكي اتفضل. لو كان البيشنت عنده رايت باند برانش بلوك مع اس بيشنت رايت باند برانش بلوك هو عنده تاني ما احنا طبعا طبعا توتالي مختلف وانت اللي بتقوله توتالي مختلف. الاس في تي ديفينيشن ثلاث حاجات نو بي ويف زي دي تمام فاست هارت ريت زي دي بس كيو ار اس مالها نورمال نورمال كيو ار اس خلاص ده في الاس في تي فما اقدرش اقول عليها دي في اس في تي لان كيو ار اس هنا ايه واسعه فعشان كده قلت باندل برانش بلوك رايت لو البيشن ستيبل في تاك لو البيشن ان ستيبل خلاص لو هو ستيبل وان هو في تاك
هدي له اميجرون حتى لو في حتى لو في ليفت بقى دلوقتي. مش ليفت بقى يا دكتور، احنا قلنا ده رايت. لو حتى لو هو رايت ماشي اتس اوكي. ماشي، انا بعالج اللي هو الايه الحاجه السيريس. ماشي، بالنسبه ان بقول لك بتاخد البيشن از هول سيمتوم وايز كلينيكال ساين اللي انت بتشوفها مع الاي سي جي، طبعا بتعمل كاردك انزايم اند سو اند سو اند سو. يعني الهيم بلوك، التو تايبس اوف هيم بلوك. كلمه الهيم بلوك احنا شفنا الكوندكشن باس واي جايه كده، الاس اي نود على الاي في نود البندل اوف هيس، وبعدين من البندل اوف هيس بيبقى عندي فيه ليفت وعندي فيه رايت. الليفت ده ديفايدد لتو برانش تو فاسيكل انتيريور وبوستيريور، صح؟ البلوك ممكن يحصل في واحده بس، يعني معنى الكوندكشن جاي كلها هنا نازله من الاس اي نود للاي في نود للبندل اوف هيس، وهنا قطع او حصل ديلي، فاسمي ده ايه؟ انتيريور بلوك، لان حصل في الانتيريور فاسيكل، او مشي في الانتيريور بلوك ما حصلش هنا الكوندكشن ماشي اوكي وحصل بلوك هنا، هسمي ده بوستيريور بلوك. ازاي نعرفهم بقى في الاي سي جي؟ سهله جدا. الانتيريور هيمي بلوك بيبقى اكستريم ليفت اكس ديفيشن، يبقى ما اشوف اكستريم ليفت اكس ديفيشن هقول ده عن طول ايه؟ انتيريور هيمي بلوك. البوستيريور هيمي بلوك اكستريم رايت اكس ديفيشن، خلاص ده الفرق بين الاثنين. يبقى الهيمي بلوك معناها ان حصل بلوك في واحده من الفاسيكل بتاع الليفت برانش، في الانتيريور يبقى اكستريم ليفت اكس ديفيشن، يبقى عندي تول ار في 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 ليد 1 وديب اس في ليد 3. البوستيريور يبقى بقول اكستريم رايت اكس، يبقى عندي ديب اس في ليد 1 وتول ار في ايه في ليد 3. نشوف كده الامثله بقى عشان نشوف دول بين الايه الهيمي بلوك. يبقى الهيمي بلوك المثال اللي قدامنا تول ار في ليد 1 وديب اس في 3، يبقى ده ايه؟ واتش اكس ليفت اكس ديفيشن، يبقى اقول على ده ايه؟ ليفت انتيريور هيمي بلوك، خلاص. لو قلت ليفت اكس ديفيشن صح، لكن لو هنقول يعني مور كاركترستيك بقول على ايه؟ ليفت انتيريور هيمي بلوك، خلاص. طبعا ممكن كمان هنا في المريض ده في ايه تاني؟ البي ار مالها؟ برولونجد بي ار، فيكسد برولونجد بي ار، فيرز ديجري هارت بلوك. يبقى المريض عنده ليفت اكس ديفيشن او عنده ليفت انتيريور هيمي بلوك وعنده فيرز ديجري هارت بلوك. البوستيريور هيمي بلوك اللي هو الاكستريم رايت اكس، الاس هنا داون الار اب الار اب، يبقى ده رايت اكس ديفيشن، يبقى ده ليفت بوستيريور هيمي بلوك. خلاص وضحت بالنسبه للهيمي بلوك سهله، واحده انتيريور واحده بوستيريور. اللي قلنا الانتيريور بيبقى ليفت اكس ديفيشن، البوستيريور بتبقى رايت اكس ديفيشن. الباي فاسيكولار والتراي فاسيكولار برضو عشان نعرفهم. الهيمي بلوك بس لوحدهم نورمال مش عامل له حاجه، عشان كمانجمنت كهيمي بلوك سواء ليفت او سواء رايت نو مانجمنت. لكن الباي فاسيكولار بلوك او التراي فاسيكولار بلوك، كلمه باي يعني تو بلوك توجذر. ايه هما تو بلوك؟ بيبقى عندي رايت بندل برانش بلوك، رايت بندل برانش بلوك بنعرفها ازاي؟ الكيو ار اس واسعه وفي ام شيف في ايه في في 1، صح كده؟ بس معاه كمان بلوك، يبقى عنده انتر فنتريكولار بلوك اللي هو الرايت بندل برانش بلوك، وعنده ليفت انتيريور هيمو بلوك او ليفت بوستيريور هيمو بلوك. يبقى عنده رايت بندل برانش بلوك، واما الاكس هيكون ليفت او الاكس هيكون رايت، فبسميه باي فاسيكولار بلوك. واضحه؟ فيها كونفيوجن. طيب لما نشوف، طيب نزيدها شويه. التراي، التراي هيبقى فيه باي بس الفيرست ديجري هارت بلوك البرولونجد بي ار. هنشوف الامثله هتوضح اكتر. الباي فاسيكولار رايت بندل مع هيمي بلوك، يبقى عنده رايت بندل برانش بلوك ومعاه ليفت اكس ديفيشن او معاه رايت اكس ديفيشن، فبسميه باي. التراي بيبقى معاه رايت بندل برانش بلوك مع هيمي بلوك مع فيرست ديجري هارت بلوك، عشان كده بنقول عليه تراي. ماشي، ده بالنسبه للتراي فاسيكولار بلوك. المثال اللي قدامي الكيو ار اس واسعه واخده شكل الام شيف في في 1 رايت بندل برانش بلوك، صح؟ الاكس وات اكس؟ ها ليفت اكس ولا رايت اكس؟
ده هنا لتحت، دي هنا لفوق. حد يقول طبعا فوق او لتحت ماشي، بس ده هيكون ايه؟ ليفت اكس ديفيشن، صح؟ لان الى حد ما الار هنا اكتر، طبعا مش اكستريم اكس بمعنى كده، بس ده رايت اكس، يبقى بقول عليها ايه؟ في الرايت هنسميه ايه؟ ليفت بوستيريور هيمي بلوك. فعندي ديجري اوف هيمي بلوك اللي هو البوستيريور مع الرايت باندل برانش بلوك، فاقول على غيت غيت هنا كام؟ باي فاسيكلر. اشوف البي ار، لو تلاقيت البي ار نورمال ولا البي ار برولونجد. لو فيكسد برولونجد يعني فيرست ديجري هسميه تراي فاسيكلر. البي ار هنا نورمال، بي ار انت، يبقى ده باي فاسيكلر بلوك. طبعا الكيو ار اس واسعه وفي ريت ايه هاي، هسمي ده باي فاسيكلر بلوك. كده خلصنا الايه الاريزميا. اعتقد اخر فتره هنيجي برضو للايه الكويز. الكويز سهله مش امتحان، بس هيبقى فيها ديفرنت، بس نركز فيها وناخد برضو بعض الكويز ان شاء الله خلال النص ساعه اللي جايه او ممكن يكون اقل. ولو في اي شيء طبعا قبل ما ابدا الكويز، do you have any further questions about الاريزميا، about الايه الكورس بتاع النهارده او الادفانسد؟ any confusion؟ حد عاوز ايه مور كلير في حاجه في معينه؟ اتفضلوا اتكلموا. في كونفيوجن في الهيمي بلوك، تمام. ايه هو بقى؟ بين رايت هاند بلوك والرايت اكسس ديفيوجن، مش فرق يعني؟ لا، ثانيه يا دكتور، الهيمي بلوك قلنا اكستريم اكس، عشان كلمه اقول يعني ايه كلمه اكستريم، ماشي؟ عشان بس يعني المثال اللي انت شايفه ده، طبعا انا عارف انه ممكن لخبطك، خلينا نجيبه. طبعا ده مش اكستريم اكس. يعني ايه كلمه اكستريم؟ اكستريم اكس يا اما كله بوزيتيف يا اما كله نيجاتيف. الكومبلكس نفسه يعني ايه كله بوزيتيف؟ كل شكل الكومبلكس كله، اما نشوف طبعا انسى البي ويف، شكل الكومبلكس يبقى كلها ار، ولو عندي سنه اس صغيره. لكن زي اللي قدامي ده في بي وبعد كده في ار وفي اس، ده ما بقاش اكستريم، لان في بوزيتيف وفي نيجاتيف. خلاص، كلمه اكستريم اكس يعني كله نيجاتيف، كله نيجاتيف ده كله بوزيتيف. خلاص، طب الكله بوزيتيف كله نيجاتيف، يبقى ده بقول اكستريم اكس، يبقى هي في هنا هيمي بلوك. خلاص، لكن هو كلمه الهيمو بلوك لو قلت عليها، ما هو الهيمو بلوك حاجه من اثنين، لا ليفت اكس لا رايت اكس، صح ولا لا؟ خلاص، الليفت اكس يوجوالي هقول عليه لو هو اكستريم هقول عليه ايه؟ انتيريو هيمو بلوك. الرايت اكس هقول عليه بوستيريو هيمو بلوك لو هو اكستريم، بس ده الفرق بينهم. لكن لو انت قلت على الهيمي بلوك قلت رايت او ليفت، صح؟ ماشي؟ سهلة، أخدها بالدور ولا ها راندوم؟ بولي مورفيك، الحاجات دي كلها متعادة، طبعًا في منها حاجات جديدة بس في حاجات متعادة. ها؟ إيه الأبنورماليتي الموجودة؟ فنتريكولار ران، مش قلنا في أكتر من واحدة ورا بعض؟ ماشي؟ أول جروب ده كان قلنا إن في إس والإس إس الريجولار ونو بي ويف، فده إيه؟ أترا فايبريليشن فولود باي فنتريكولار ران فولود باي فنتريكولار بعد كده أترا فايبريليشن مرة تانية. صح؟ فنتريكولار ران. patient present crushing chest pain hypotensive raise the GVB basal crackles. طبعا patient في heart failure، تمام؟ ال ECG what abnormality؟ inferior MI. ها، عايزين تجاوبوا ولا نمشي بسرعة؟ ها؟ بيريكاردايتس. ليه يا دكتور قلت بيريكاردايتس؟ ركز بس في الحاجه الموجوده. اس دي سيجمنت اليفيشن 2 3 اند اي في اف ريسيبروكال تشينج 1 اند اي في ال، سو ذيس اكيوت انفيريور مايوكارديال انفاكشن ويز رايت فنتريكولار انفاكشن. واي؟ بيكوز ذا رايت ليدز في 4 ار 5 ار 6 ار، يبقى اكيوت انفيريور مايوكارديال انفاكشن ويز رايت فنتريكولار انفاكشن. I said in management you should push IV fluid for this patient. He is in heart failure, but the treatment is IV fluid first. Late to improve venous return. الكلام اللي قلته. وانا عارف مفيش
كنت كده كونفيوز دخلت الدنيا ببعضها. طيب ان البيشنت ده خلينا بس سوري معلش نجيبها تاني. البيشنت هايبوتنسيف ريزد جي في بي تمام، مع ريزد جي في بي الجي في بي لما يكون ريزد ده ساين لايه؟ رايت ولا ليفت فيلير؟ رايت تمام. اللور ليمب اديما رايت ولا ليفت؟ تنفعش ليفت؟ رايت ولا ليفت؟ برضه رايت. البيزل كراكلز رايت ولا ليفت؟ ليفت. طيب فما يكون عندي الاثنين فمعنى كده ان البيشن عنده ايه؟ باي فنتريكولار فيلير او كونجستيف هارت فيلير صح؟ طيب اما اشوف الاي سي جي فموصلي طبعا هنا الاكتر الفيلير فين؟ في الرايت سايد، عشان كده بنعمل له رايت شيست ليدز. وانس ان اتليت مع الانفيرو في رايت شيست ليدز او رايت فنتريكولار انفكشن بوش اي في فلويد خلاص؟ لا انت لو البيزل كراكلز، هل البيزل كراكلز موجود عشان هو بالمونري ديما ولا بيزل كراكلز ان هو موجود دخل في اي انفكشن كود بي، بس لازم ده لازم تعالجه بفلويد وانس انه بقى هايبوتنسيف، مش مطلوب هايبوتنسيف لان هايبوتنسيف اه بيشن هايبوتنسيف خلاص لازم تعالجه باي في فلويد. طبعا اي في فلويد احنا بنعالجها اكوردنج تو ذا جي في بي، لازم تحط له طبعا سنترال لاين وتشوف الجي في بي، يعني الفلويد مش بتوديها بهازارد according to the CVB. Very common arrhythmia. What diagnosis? SVT. Very clear. No B wave. مسافة ال SLS is so fast but regular. Fast tachycardia. White QRS is normal. Duration. SVT. Supraventricular tachycardia. Which ventricular arrhythmia? طبعا I know some of you طبعا كله بيخش في بعضه في الآخر بس by Gemini very good excellent normally conducted beat ectopic normally conducted ectopic normally conducted ectopic ventricular by Gemini. Patient with palpitation, what rhythm? Yellow dakatra lead two. What abnormality? There is B wave or no? No B wave. LRR irregular. Diagnosis is atrial fibrillation. Fast or not fast? Fast atrial fibrillation. About 150, then the two big square best only. What axis? Right axis deviation. So fast rate, no B wave. This A diagnosis is atrial fibrillation. How to manage this patient? Unstable, DC shock, stable just by medication. But for the AF, on the patient that fast and deal with this shock, بعمل echo echo to rule out left atrial thrombus. Okay. البيشن هايبرتنسيف اون اميدرون. طيب الاميدرون هنا بالنسبه للبيشن ده 10 ملي جرام وجاي ببالبيتيشن اميلودوبين سوري اه الاميلودوبين اميلودوبين اللي هو نورفاسكل ايه مش اميلودوبين اه الاميلودوبين اللي هو الاسم التجاري له كذا اسم تجاري فهايبرتنسيف بيشن بس هنا مع الرايت اكس ديفيشن والاي اف فالبيشن هايبرتنسيف وعنده اي اف في اي كومباينيشن بين الاي اف والهايبرتنشن؟ ال LVH عندي LVH هنا مفيش اي فولتج كرايتيريا او سام كرايتيريا مش موجوده فيري جود ان الهايبرتنشن هو اللي دخله في AF ماشي بس فعشان كده في الهايبرتنشن اللي دخله في الاي اف المفترض برضه في المريض ده اكون ايه اجريسيف معاه في المانجمنت بتاع الهايبرتنشن وات ابنورماليتي
I think you should pick up what diagnosis. خدناها والله يا قبل كده. Ventricular extrasystole. طبعا هقول لك 70% you are right once انت قلت حاجه ventricular. اوكي. في وايد كيوريس مش كده؟ اللي هي دي. دي بيزار شيب مش كده؟ دي بيزار شيب. لكن دي نورمالي كوندكتد. دي بيزار. لو خدت اللونج ستريب ايه اللي فيها في اللونج ستريب؟ نورمالي كوندكتد بيزار، نورمالي كوندكتد بيزار باي جيميني. فنتريكولر باي جيميني. طيب بس كويس انت جبت فنتريكولر. ماشي؟ فده تيبيكال اوف باي جيميني. سموكر بيشنت تيبيكال تشيست بين. What abnormality? واضحة ديت very clear. Very good. ST segment elevation 2-3 AVF. Reciprocal 1 AVL. Acute inferior MI. Okay? What about the rhythm in lead 2? P, QRS, LBR interval normal. LBR interval normal. Every B followed by QRS, the normal sinus conducted ولا لا؟ لكن في degree of bradycardia. With degree of bradycardia بس هنا عشان اللخبطة في بعض الزملاء، احنا قلنا على طول أول ما بيشوف الام شيب ده باندل برانش بلوك رايت. صح ولا لا؟ لو حد هنا هيقول لي رايت باندل برانش بلوك أقول له توتالي رونج. ليه؟ في ام شيب صح. ماشي؟ وزي ما قلنا وانس إن في ام شيب في V1 هقول باندل برانش بلوك رايت. بس never say bundle branch block without white QRS. هنا ما عنديش ال QRS وايد. لو حد هيقول طبعا ال QRS هنا وايد، لا هي ال QRS مش وايد، ده دي الاليفيشن بتاع ال ST. لكن ال QRS نارو QRS او نورمال QRS. That's never to be right bundle branch block. بعض الزملاء في كورسات قبل كده شخصوها right bundle branch block totally wrong. طبعا ده acute inferior MI with reciprocal change with normal sinus bradycardia. Okay? Patient ischemic with short press. Hmm. Bizarre shape. Trigeminy. او كده نزعل كده نزعل. التراي جيميني اتنين نورمالي كوندكتد فولود بايه؟ بيزار شيب مش موجوده هنا. الدريزلر في حد قال لي دريزلر، فطبعا ده نديله ايه طبعا سلام ونقول له ممتاز. ادي الدريزلر بيت صح، دي دريزلر بيت. ايه دريزلر بيت؟ نورمالي كوندكتد، اللي قبلها اكتوبيك اللي بعدها اكتوبيك. فيري جود. فوانس ان انا قلت دي دريزر بيت ودي دريزر بيت صح. لو قلت الاثنين دول ران سوري كابلت او بير صح. هنا لو قلت الثلاثة دول يبقى ران، يبقى عندي دريزر بيت وعندي ران وعندي كابلت، يبقى على طول الريزم ده على طول ايه؟ في تاك. خلاص يبقى اللي قدامي ده في تاك على طول، لان في ايه؟ طبعا الاكس هنا لو شفنا الاكس، رغم ان الاكس هنا رايت اكس، بس قلنا مش شرط كل الكرايتيريا تكون موجوده. فهنا ده تيبيكال واضحه فيها دريزلر بيت او كابتشر بيت، دول الاثنين مع بعض دول كابلت او بير، الثلاثه دول رن. يبقى ده على طول فنتريكولر ايه؟ فنتريكولر تاكي كارديو. از ات في تيك اور ابارنسي؟ في تاك. ليه يا دكتور في تاك؟ عشان ايه؟ يعني انت هتمسيها ديت اس في تي ولا في تاك؟ لا هي في تاك. في تاك تاكي كارديا. واي يو سيد فنتريكو تاكي كارديا؟ عشان ايه الساين اللي احنا قلناها من السته؟ في ليفت اكس. الدكتور قال لك في ليفت اكس. في دريزلر. فين الدريزلر؟ هو فعلا في دريزلر بس فين؟ ليد 2 اهي. فين اي واحده من دول؟ اهي ادي دريزلر نورمالي كوندكتد قبلها وبعدها اكتوبر.
طب دول نسميهم ايه؟ ران، ثلاثة اكتوبك ورا بعض ران. فوانس ان في ران في دريزلر بيت ماشي على طول، ده بقى في تاك على طول. patient present for the first time with palpitation. محتاج سي سي يو ولا لا؟ what abnormality؟ الكيو ار اس مالها يا دكاتره؟ واي كيو ار اس، ممتاز. بنقول عليها ايه ديت؟ باندل برانش بلوك. بالباندل برانش بلوك نبص على ايه؟ على في 1. الاس مالها؟ ديب. يبقى الدايجنوزس ليفت باندل برانش بلوك. سهله؟ يبقى لما اشوف الكيو ار اس في كل ليتس او موست اوف ذا ليتس وايد بشخص باندل برانش بلوك. الخطوه الثانيه ده رايت ولا ليفت؟ بص على في 1. واخدة ام شيب يبقى رايت، واخدة ديب اس يبقى ليفت. في ليد 2 مالها؟ البي ار شورت بي ار، فيري جود. فين الدلتا؟ طبعا دي دلتا ويف، ودي دلتا ويف. الشولدر اللي معمول ده دلتا ويف. ما عشان كده لازم تقول، بس انا ماشي معاكم عشان تشوف الدنيا هتمشي ازاي. ما هي دي نفس الشيء، احنا قلنا في حاجات ثوابت في الاي سي جي. وانس ان انت يو بيك اب خلاص، يبقى ده واحد توفيق ربنا لك ماشي، او ان انت شايف. قلت وانس شورت بي ار دبليو بي دبليو، انسى اي شيء بعد كده. الكيو ار اس واسعه، واخده ام شيب مش واخده ام شيب، فورجيت. فالدياجنوز ده ايه؟ دبليو بي دبليو. لكن لو وقعنا زي ما كنا هنمشي فيها كده هنقول عليها ايه؟ ليفت باندر برانش بلوك. خلاص؟ طبعا توتالي ديفرنت ان الليفت باندر عن الدبليو بي دبليو. الدبليو بي دبليو ممكن يعمل كل الشيب ده، المورفولوجي كله ممكن يتغير، اس سيجمنت اليفيشن، وايد كيو ار اس، كل حاجه ممكن تتغير. لكن هنا الفيري كلير زي ما انت قلت، وطبعا ده المفروض عشان نوت ميزد سواء في امتحان او في ريال لايف، ما عندي شورت بي ار. كيو ار اس اه واسعه، لكن لو ما فيش البي ار ديت شورت هشخصها ليفت باند برانش بلوك. خلاص؟ يبقى ده طبعا دبليو بي دبليو. patient going for appendectomy and the surgeon asking you she is fit for surgery. اول انستيزيا هيقول لك fit ولا لا. الحالة اللي قبل دي، حاضر. سي سي يو ادميشن ولا لا؟ ما انت لو شخصته ليفت باندل برانش بلوك وقلت ده ان هو كان ازيف ام اي لازم تدي له الاس سي يو. شخصته دبليو بي دبليو روح البيت، تفرق. اوكي؟ سو ذيس بيشن فيت اور ان فيت. يلا دكاتره فور تايم عشان ما وصلنا نص ساعه. طبعا واضح طبعا في برادي كارديا. خلاص مسافه طبعا الار للار حوالي 7 أو 5 6 مربعات تقريبا عندهم، 1 2 3 4 5 6 7. ففي برادي كارديا. وانس ان شفنا برادي كارديا فكر في ايه؟ هارت بلوك. طب الهارت بلوك اشوف علاقه البي مع كيو ار اس. في كل كومبلكس بي كيو ار اس، بي كيو ار اس، بي كيو ار اس، فالبي ما بتوقعش. البي ار نورمال بي ار، فما فيش ديجري فارت بلوك، نو ديجري فارت بلوك. في برادي كارديا هقول عليها ده ايه؟ ساينس برادي كارديا. خلاص؟ يبقى ساينس برادي كارديا. بس خلي بالي ان عند البيشنت ده فيها عندي تي ويف انفيرجن في 1 و 2 و 3. 1 و 2 و 3 تي ويف انفيرجن في 1 و 2 و 3 في ليدي ممكن نقول نورمال فريت. سو شي از فيت، شي از فيت. ساينس برادي كارديا طبعا مش كونترا اندكيشن للسيرجر على الطب. septic patient في الاي سي يو، what you will give for this patient؟ دي سي على طول، ما نو واي دي سي شوك. في تاك، في تاك. what abnormality؟
اقرا الاي سي جي ستيب باي ستيب قبل ما تقول دايجنوزس. طيب نشوفها واحده بواحده. طبعا في كاليبريشن لاين صح ولا لا؟ تو بيج سكوير واحده. الريت نورمال، لا لو قلت برادي يعني هتقول كام مربع؟ 1 2 3 4 5 ماشي. 5 300 يعني كام؟ 60. اوكي ماشي برادي او نورمال اتس اوكي. الاكس نورمال، البي ويف نورمال، البي ار نورمال، بي ار، كيو ار اس نورمال، اب نورمال نورمال، الاس تي التي نورمال، اديشنال ويف نو سو نورمال اس جي صح ولا لا؟ الشكل ده ايوه هي دي، هو ده اللي انت ايه يعني انت نسيت كل او سبت كل ده وجيت بصيت على دي. دول ايه؟ ارتيفاكت ماشي، ارتيفاكت، لكن ده طبعا ده ايه نورمال اي سي جي. طيب بشكركم طبعا جدا جدا على الكورس بتاع امبارح وبتاع النهارده. قبل بس ما اخلص واختم طبعا شكرا جزيلا لكم طبعا على الحضور. لو بقول يعني الهوم مسج، بليز اني كريتيكال بيشنت you saw any critical patient you should have an ECG, do an ECG, read the ECG, interpret the ECG step by step عشان not to miss any big issue in the ECG. If you don't reach the diagnosis don't worry, okay, just interpret what abnormality you see, at the end the diagnosis it comes. بنصحكم اللي عايز يتعلم practice في ال ECG any abnormal ECG you saw مع البيشنس keep it with you, take a copy and keep with you, keep copy وخليه معاك. What diagnosis, what interpretation, within one month لو انت بتشوف اي سي جي مره او مرتين كل يوم within one month كل اللي احنا بنقوله ده هتشوفه. اوكي okay. لو بتشوف طبعا كريتيكال لو بتشغل في اي سي يو او في emergency كل ده هتشوفه. You manage the patient not manage the ECG, manage the patient from the clinical sign, history of clinical sign. Okay. فال ECG is a must for all critical patient. طبعا you can take the practice very easily, just practice yourself, شوف ال daily practice مع ال ECG ده مهم جدا. ال advanced course سهل جدا طبعا، تتبعت لكم المحاضرة على نفس الجروب تقريبا، مين كان فيه زميل قال ما تضافش او حاجة. بعض الزملاء سألوني في البريك بالنسبه لل ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي هيحضر معانا على كريتيكال البيشنت، جزء منها طبعا في الحاجات بتاع الكارديولوجي اللي احنا خدناها في الام اي، هيبقى في جزء منها ايه مش هنقول معاد، لكن جزء كبير في الاذر سيستمز سواء الاندوكراين او الريسبيراتوري او النيورو او الالكترولايت امبالانس، هيبقى فيها كل الايه الفرايتيز بتاع الكريتيكال البيشنت الموست كومن كيسز اللي احنا بنشوفها ان ديلي لايف، فبرضه جزء مهم جدا بالنسبه للايه انترست في الايه في الامرجنسي او كريتيكال كير. اللي بعده لو حد من الزملاء انترستد، لان سالوني في البريك في كل الانترنال ميديسن او في كل الاكيوت ميديسن او الامرجنسي، في ديفرنت توبكس وديفرنت ليكتشر وديفرنت برزنتيشن الحمد لله من زمان، زي مثلا هاو تو انتربريت السي بي سي من الواي بلاد سيلز، من البليتليت، من الهيموجلوبين، الابروتش بتاع الانيميك بيشنت، ابروتش بتاع الليوكوسيتيك بيشن او الليوكيميك بيشن او الليوكوبينيك بيشن او الثرومبوسيتوبينيك بيشن، هاو تو ابروتش. بتيجي في جزء الارتيريا بلاد جاس، هاو تو ابروتش الارتيريا بلاد جاس، او هاو تو مانج البيشن از اريال، او هاو تو انتربريت الارتيريا بلاد جاس. حاجات خاصه بالشيست اكس راي، حاجات خاصه بالبايوكيمستري او ليفر انزيمز او الكيمستري ان جنرال، هاو تو انتربريت. الجزء الثاني اللي هو الكلينيكال ساينس، الابروتش للبيشن، patient presented with dizziness how to deal، هل الديزنس ده حاجه سيستميك، هل الديزنس ده حاجه سي ان اس، هل الديزنس ده حاجه اي ان تي، how to differentiate من السيناريو بتاع البيشنت سواء الابروتش. لو زملاء انترستو في حاجات هنا في النقابه، احنا قلنا الجزء اللي جاي ان شاء الله اللي هو يوم الثلاثاء الجاي الكريتيكال البيشنت، لو حد منكم عاوز يعمل جروب يكون فيها عدد من 10 فيما فوق وانترستد في توبك معين اهلا وسهلا كلموني او اتصلوا عليا معاكم الرقم
ونقدر نعملها اونلاين. عاوزين في مكان معين، I'm ready لغايه يوم 28 ان شاء الله في الشهر اللي هو بعد العيد، بعد يوم 28. بعدها لو حد اونلاين بس هيكون انا سافرت برضو، لو عاوزين انترستد وعاوزين تعملوا حاجه اونلاين على الزوم او على التيمز، I'm ready لاي اي حاجه من دي. Thank you so much.